طيب علاقة بقى الفوريه ترانسفورميشن باللابلاس ترانسفورميشن دي حاجة برضو لطيفة جدا ممكن احنا نبص عليها. احنا قلنا اللابلاس ترانسفورميشن هيبقى له علاقة بكل الترانسفورميشنز احنا هنتكلم عليها. يعني هنلاحظ ان العلاقة بينهم في منتهى البساطة اكشولي. لو انا بصيت على الديفينيشن بتاع الفوريه ترانسفورميشن هلاقي ان هو نفس الديفينيشن بتاع اللابلاس ترانسفورميشن، فيما عدا ان انا هنا بدل ما حطيت اس حطيت ايه؟ حطيت جي اوميجا. ففعليا ممكن نقول ان الفوريه ترانسفورميشن بتاع اكس اوف تي هو عباره عن اللابلاس ترانسفورميشن اوف اكس اوف تي لما اس بتروح لجي اوميجا. اوكي؟ لما اس بتساوي جي اوميجا. اوكي؟ او ممكن اقول ان انا لو عندي اللابلاس ترانسفورميشن بتاع اكس ممكن بس اعوض عن الاس بجي اوميجا ويبقى هو ده الفوريه ترانسفورميشن. اوكي؟ فبيسكلي لازم طبعا عشان الكونديشن ده يتحقق او عشان الكلام ده يتحقق لازم الريجن اوف كونفرجنس اللي احنا قلنا عليها مهمه جدا في اللابلاس ترانسفورميشن، لازم ان الجي اوميجا كيرف يبقى موجود فيها، لازم الفاليو بتاعت اس بتساوي جي اوميجا تبقى انكلودد جوه الريجن اوف كونفرجنس. لو الاس بتساوي جي اوميجا دي مش موجوده في الريجن اوف كونفرجنس يبقى معنى كده صعب ان انا احسب الاس عند الجي اوميجا. اوكي؟ لازم الريجن اوف كونفرجنس انكلود الجي اوميجا لاين او كل الخط اللي هو بتاع الايماجينري اكسس اللي عنده السيجما بتساوي صفر عشان اقدر اقول ان الكونديشن ده نقدر ان احنا نستعمله ونقدر نديرايف الفوريه ترانسفورميشن من اللابلاس. ناخد مثالين كده على العلاقه بين اللابلاس ترانسفورميشن والفوريه ترانسفورميشن. المثال الاولاني x1 of t بتساوي u of t. لو احنا فاكرين من التيبل بتاع اللابلاس ترانسفورميشن كان x1 of s كانت بتساوي 1 على s في الحاله بتاعت u of t. وكان الريجن اوف كونفرجنس بتاعتنا كانت الكونديشن بتاعها سيجما اكبر من الزيرو. سيجما اكبر من الزيرو دي بتقول لنا ان انا عندي الجي اوميجا كيرف اللي هو عنده سيجما بتساوي صفر ده مش انكلودد جوه الريجن اوف كونفرجنس نتيجه للكونديشن ده. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا هنا الاكس اوف اس بتاعتنا داز نوت انكلود الجي اوميجا اكسس، فمعنى كده لابلاس ترانسفورميشن كان نوت بي يوز تو فايند ذا فوريه ترانسفورميشن. ما اقدرش اجيب هنا الاكس اوف اس اللي زي كده واحط هنا جي اوميجا واقول ان هو ده الفوريه ترانسفورميشن، يبقى كده غلط. اوكي؟ ده على فكره مش معناه يعني ان احنا ما نقدرش نحسب الفوري ترانسفورميشن، لا ممكن نحسبه، بس النقطه هنا معناه ان احنا هنا ما نقدرش ان احنا نستعمل لابلاس ترانسفورميشن عشان نديرايف منه الفوري ترانسفورميشن. طب الاكزامبل الثاني e to the minus twice t u of t. لما نروح برضو للتيبل بتاعنا هنلاقي ان الكلام ده كان بيساوي اللي هو اللابلاس ترانسفورميشن بيساوي 1 على s بلس 2 والريجن اوف كونفرجنس بتاعتي سيجما اكبر من ناقص 2. دي معناها ان السيجما بتساوي 0 انكلودد، فالسيجما بتساوي 0 انكلودد دي معناها ان انا اقدر احسب الفوريه ترانسفورميشن دايركتلي من اللابلاس ترانسفورميشن. انا اخد x2 اوف s دي واحط بدل كل s جي اوميجا على طول مباشره. اوكي؟ فنقدر نحسب x2 اوف اوميجا اللي هي الفوريه ترانسفورميشن بتاعنا ان هي عباره عن x2 اوف s لما s بتساوي جي اوميجا اللي هتطلع بالشكل ده كده. اوكي؟ فده كده مثال لاكزامبل ما كانش ينفع نحسب الفوريه من اللابلاس، ومثال تاني لما كان ممكن نحسب الفوريه ترانسفورميشن من اللابلاس.